تفضل بيه، عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الناصر الجلفي واسرتي اللي كنا عرضنا نفسنا للبيع قبل سابق باستهزاء على حكومه اداره شؤون البلاد، علشان انا عمري ما انفرط في اولادي، ولكن كنا بنستهزئ بهم علشان خاطر مفيش فيهم حد لحد الان نفذ طلبات الثوره، وطلبات الثوره بتعني مش الكبار، بتعني الاطفال، ولادي وكل اطفال مصر اللي هم اذكى اطفال على مستوى العالم. لكن احنا نتكلم في اللي بيحصل معانا النهارده وبيحصل معانا كل يوم من البلطجيه ومن الناس الفلول ومن اللي بيخشوا علينا كل شويه داخلين علينا في الاعتصام، واحنا معتصمين سلميين وما بنعملش اي مشاكل مع اي حد ولا نرغب في اي مشكله مع اي حد. كل طالبينه طلبات الثوره تتقدم وتتنفذ، ودي مش صعبه على اداره شؤون البلاد اللي هي حاكمها الان، ان الطلبات اللي احنا طالبينها كلها طلبات شرعيه ومن حقنا، لان احنا خلاص الشهامه والرجوله والمجد على المصريه طلعت ولا يمكن انها ترجع تاني ابدا. لذلك النهارده حصل خطا، ممكن يكون خطا بسيط، ان احد المعتصمين معانا اصر انه يطلع المسيره الى وزاره الدفاع اليوم، ولكن احنا كنا متفقين عليها انها تطلع بكره الساعه 12 ولكن راحوا. ولكن توجد علينا حوالينا اشاعات هنا ان الجيش هيجي يضرب وكده، وانا بنقول ان عمر الجيش ما هيضرب في شعبه ابدا، لان هو مننا واحنا منه، واحنا لو هو ضرب يبقى خلاص على الدنيا السلامه. فاحنا مضحيين باولادي، انا اسره مصريه بضحي انا واولادي للموت، ومش هنتنازل غير لما ناخد جميع حقوقنا وجميع طلبات الثوره، ومتحدين اي حد يحاول ان هو يغدر، لان احنا سلميين وليس ازيد من كده، مش هنتكلم ازيد من كده. عدد المسيره اللي طلعت؟ عدد المسيره اللي طلعت كتيره، عدت الالاف. عدت الالاف وزياده، ولمت شعب مصر الجميل اللي هو كان التلفزيون المصري بيعتم علينا والمؤسسات المصريه بتعتم علينا، ليه الاصرار على انهم يعتموا علينا بالطريقه دي ويطلعونا ان احنا وحشين؟ احنا مش وحشين، احنا بنعمل وبنقول للتاريخ، سجل تاريخ ابناء مصر بيعملوا ايه، والثوار بيعملوا ايه، الثوار الحقيقيين بيعملوا ايه. اديك شايف المنظر بتاعنا اللي احنا قاعدين فيه، قاعدين في خيمه على ارض ما بنعرفش نروح حمام، معانا حريمنا، معانا اولادنا، ما بيعرفوش لا يدخلوا حمام ولا يعرفوا يروحوا هنا ولا يعرفوا يروحوا هنا، ولكن بالامر الله سبحانه وتعالى ربنا مصبرنا عشان عارفين ان الخير جاي، لان مصر طول عمرها اهل خير. بقالك كام يوم في الاعتصام ده؟ من يوم 28 من بدايه الضرب اللي ضربوه علينا الامن المركزي بسبب البلطجيه اللي كانوا جايبينها بردك 28/6، لما كانوا جايين الساعه 9:30 بالليل لحد الساعه 2 بالليل تاني يوم، لحد 2 الظهر تاني يوم، وهم بيضربوا فينا بالجناب المسيله للدموع وخرطوش ومطاطي وحي، وعوروا فينا ناس كتيره واصيبوا مننا ناس كتير، وانا كنت مصاب وكان دراعي مكسور وكان عندي عده اصابات في ظهري، والحمد لله رب العالمين ربنا شفاني، ونحمد ربنا ونشكر فضله على كل ما حدث منهم. ولكن اصرينا بعد ما كنا متفقين كلنا جميعا ان احنا هنعقد الاعتصام بتاعنا يوم 8/7، ولكن هم استعجلوا على ان احنا نعمل الاعتصام يوم 28/6، واراد المولى عز وجل انه ينصرنا عليهم لان احنا اصحاب حق. فرساله بقولها لاداره شؤون البلاد، احنا هنموت ومضحيين بانفسنا وباولادنا وبكل ما نمتلك، ما نمتلكش غير روحنا فقط وجسمنا فقط، وهنفضل سلميين، ولو هان عليهم ان هم يموتونا واحنا قاعدين مكاننا كده، احنا بنقول للموت اهلا وسهلا بيك، لان مش ممكن هنعيش في هذه البلد وحوالينا الجشع والطمع اللي هم شغالين بيه من ايام النظام السابق ولحد الان، واحنا مش شايفين اي متعه من حلاوه الثوره، بل بالعكس شايفين مرار وشايفين ديك وشايفين كل مدى الحاله بتزداد سوء فسوء فسوء فسوء. ليه؟ ده احنا اقل حاجه، احنا مش عايزين الفلوس اللي بره، المنشات اللي موجوده هنا اللي كانوا محتلينها افراد النظام السابق، ليه ما يتبرعوش بيها للشباب الجميل ان هم يشوفوا بيها مشاريع، وفي قصور وفي فلل وفي كده، وناخدها ترجع لبلدها ولاهلها والناسها، تمام. وادي حواليا كتير، بعد اذن حضرتك، حواليا كتير من المعتصمين عندهم نفس الاحساس، ومعايا اخويا عزت هيقول نفس الكلام، والاخوان هم معانا هيقولوا نفس الكلام، مش هيمشي من هنا غير واحنا ميتين، يا اما واخدين حقنا، واخدين حقنا تلت ومتلت. مفيش حاجه اسمها انتخابات الاول،
احنا مش هنضرب على جفانا مرتين. معاكم استاذ عزت. انا خاصه نجيب استاذ عزت. ماشي اتفضل.